بص لي ليه انت كمان؟ ايه اللي في دماغك يا محسن؟ شوف يا حسن، احنا لما قمنا بالثورة كنا فاكرين ان اعدائنا هم الانجليز والسرايا والاقطاع. ما كانش حد فينا متصور ان الجراثيم بترعى في جسم المجتمع نفسه. ما كانش حد متصور كده. شوف يا سيدي، اقوال الناس دي دي اقوال الدكتور موسى مرزوق اللي اتولد هنا واتربى هنا وتعلم في جامعاتنا هنا في مصر واشتغل دكتور في المستشفى الاسرائيلي وعاش معظم حياته هنا. اسمع، ما هو الهدف من تدمير المنشآت وقتل الابرياء؟ احنا سألنا السؤال ده واتقال لنا انه مش كفايه اننا ندق اسفين بين الثوره والامريكان، لكن لازم نولي المصريين العين الحمراء وانهم مش بعيد عن ايدينا حتى جوه بلده. مين اللي قال كده بالظبط؟ مش فاكر مين بالتحديد، انما هو واحد من اتنين، اما ماكس بينت او جون دارلينج. تفتكر كونكم توروا المصريين العين الحمراء ده هو الهدف في حد ذاته؟ الحقيقه اللي كان معذب باول فرانك هو قوه مصر. يعني ايه؟ يعني لو النظام استقر ومصر قدرت تحصل على سلاح وتكون جيش قوي بالفعل، وده من اسباب قيام الثوره واحد اهدافها، اسرائيل تعيش ازاي؟ وكلهم قالوا نفس الكلام وبالحرف الواحد تقريبا. تصور لما وكيل النيابة سأل البنت مارسيل نينيو، انت قلت في اقوالك ان ليك اصحاب مصريين كتير. ايوه قلت. ما فكرتيش ان القنبلة بتاعت سينما ريو دي كان ممكن تقتل واحدة صاحبتك؟ فكرت طبعا. ورغم كده وافقتي واشتركت في تحضير القنابل مع جون دارلي؟ ايوه حصل. ما فكرتيش في اصحابك، في جيرانك، في زملائك ومعارفك؟ كل اللي فكرت فيه ان الامريكان مش لازم يدوا لمصر سلاح، والانجليز مش لازم يجلوا عن البلد، والا لو مصر بقت قوية وعندها جيش قوي ايه هيكون مصير بلدنا؟ بلدكم؟ اسرائيل طبعا. هي دي كلمة السر يا حسن. يعني انت عايز ايه دلوقتي؟ عايز اعمل زي ما هما بيعملوا بالظبط. حدد اكتر. عايز ازرع حد جوه اسرائيل زي ما هم زرعين يهود جوه مصر وجوه كل بلد عربي وجوه كل بلد في العالم. هات لي بلد في العالم ما فيهاش يهود يا حسن نصار. ايدي على كتفك. ايوه بس ازاي؟ ازاي؟ ازاي دي بقى عمرها ما هتيجي طول ما انت تعبان وعصبي بالشكل ده. بقول لك ايه؟ انت تروح تنام لك ساعتين ثلاثه وتيجي بالليل نقعد مع بعض شويه. تعرف انا عايز اعمل ايه؟ طابور خامس؟ لا، طابور الخامس اثبت فشله في الحرب العالميه الثانيه رغم كل اللي عمله الالمان، اتعرفوا واحد واحد. تعرف يا محسن اني فكرت اننا نجند شاب يهودي ونسيبه يهاجر لاسرائيل. ايوه بس اذا لقيت الشاب ده تضمن منين انه اول ما يوصل ما يقولهمش ويلعب عليك بدل ما يلعب عليهم؟ على العموم مش ده الحل الوحيد ولا السكه الوحيده. امال ايه؟ ممكن ندور على واحد من جنسيه ثالثه، واحد له مصري وله اسرائيلي. واحد امريكاني مثلا او انجليزي او فرنساوي او حتى الماني. الله، طب نروح بعيد ليه؟ ما هو في بلاد اسلاميه حكومتها اعترفت باسرائيل وفي علاقات بينهم. تركيا مثلا وباكستان. دي فكره كويسه. لو نقدر نلقط واحد من دول ونبعته اسرائيل على انه سايح او تاجر مثلا بالشكل ده. ايوه بس اللي زي ده تضمن ولاءه ازاي؟ بالفلوس. افرض دفعوله اكتر. مش لو كشفوه؟ لا يا حسن، حتى لو لقينا واحد من جنسيه ثالثه وفي كل المواصفات المطلوبه وامن بالقضيه واخلص لها، هيروح اسرائيل على انه مجرد زائر يقعد له كام يوم ولا كام اسبوع يسمع كلمتين ويجي هنا عشان يقبض. اهي نوايا تسند السير يا محسن. لا يا حسن، انا بفكر في ولد مصري، مصري حقيقي، يروح اسرائيل على انه يهودي، نفبرك له قصه متقنه ونزرعه هنا وسط يهود مصر لحد ما يعرفهم ويعرفوه كويس. ولد يكون ولاؤه الاول والاخير لمصر.
ازرعه جوه اسرائيل واسيبه كام سنه لحد ما سكت ليه؟ مش عارف، مش عارف يا حسن. عايز انسان، انسان له مواصفات خاصه جدا، عايز بطل، بطل حقيقي يكون عارف انه رايح عشان يموت، بس مش لازم يموت ابدا، مش لازم.